هذه الفعالية جاءت بتنسيق من التوجيه السياسي والمعنوي الفلسطيني في محافظة الكرم، التوجيه الوطني. كل عام عمليا تقوم هذه المؤسسة بالتنسيق مع كل مدارس المحافظة بمختلف المناسبات الوطنية لتسليط الضوء على هذه المناسبات. تأتي مناسبة اليوم لتسليط الضوء على النكبة الفلسطينية. هذه النكبة عمليا الذي أدت إلى تشريد 800 ألف فلسطين من ديارهم، أصبحوا الآن لاجئين، وأصبح الآن تعدادهم يزيد عن 6 ملايين لاجئ، وتم سلب 78% من أرض فلسطين التاريخية في ذلك الوقت، تلاها طبعا احتلال عام 67 الذي أجهز على ما تبقى من أراضي فلسطين التاريخية. تأتي هذه السلسلة من اللقاءات والمحاضرات مع طلاب بشكل عام للتذكير عمليا بأن ما يمر به شعبنا الفلسطيني وما زال من نكبات متتالية لن تثني شعبنا على المضي قدما في النضال من أجل استعادة حقوقه المسلوبة وعلى رأسها حق عودة اللاجئين. الفعالية اليوم بمناسبة أو بذكرى يوم النكبة، التوجيه السياسي نظم فعاليات للمدارس الثانوية بمحاضرات تثقيفية. اليوم كان عندنا الأخ سهير السلمان في محاضرة تثقيفية، أضفنا عليه بنشاط من عندنا من المدرسة قامت فيه طالبات الصف الأول ثانوي بتحضير فيديوهات عن النكبة بإشراف المعلمتين فتحية طنبوز وجيدة ناصر. دمجنا الفعاليتين، الأخ سهير رح يحكي ما عنده ومن خبرته عن موضوع النكبة، والطالبات أيضا عرضوا الفيديوهات. كل هذا جاء من أجل تثقيف الطالبات وربطهم بقضايانا الوطنية وغرز الانتماء عندهم لوطننا. طالبات الصف الحادي عشر من مدرسة العمرية، جينا نقدم لطالبات الشيء اللي احنا بندرسه أصلا بالعادة، جينا نقدم لطالبات لحتى انهم يحفظوا ويرسخ بدماغهم لحتى نطلع من داخلهم اللي هو الوازع الوطني اللي في داخلهم هم، قدمنا لهم اياه عن طريق شريط فيديو لحتى يبقى دارس راسخ بروسهم انه ما ينسوا للابد، لحتى يشوفوا شعان الشعب الفلسطيني بالنكبه اللي مارستها معها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستغلوا على اراضيهم.